مستمعينا الأكارم، نبدأ في ملفات هذه النشرة، ومعنا عبر اتصال هاتفي على الهواء إذاعة نينار الأستاذ فيصل سرور، عضو المكتب التنفيذي لقطاع السياحة والأثار في محافظة دمشق ورئيس لجنة تمكين اللغة العربية، وذلك للحديث عن ما أثاره من جدل إعادة تفعيل قرار مخالفة المحال اللوحات باللغة الأجنبية. لمزيد من التفاصيل نرحب بضيفي الأستاذ فيصل. مرحبا بك أستاذ. أستاذ فيصل، يعني بعد إعادة تفعيل القرار وبعد الإدلاء بعدة تصريحات ومعلومات حول هذا الموضوع، هناك حالة جدل في الشارع السوري اليوم لما سببه هذا القرار. أبرز الأسئلة: هل الحالة الاقتصادية اليوم بالنسبة للمحال والشارع السوري والمنشآت التي تضع لوحات باللغة الأجنبية تتحمل إعادة تفعيل هذا القرار؟ يعطيكم ألف عافية ولمتابعتكم والإعلام، ما شاء الله الحول كله صار متابع على القصة، مع أنه هي قصة قديمة وأنا كل سنة بساويها. نعم. يعني نحن كل عام أنا من طالع تعميم ببداية كل عام أنه لمتابعة المحلات المخالفة للقانون وللتعاميم الصادرة سابقا اللي تتعلق بالأسماء الأجنبية. نعم. أنا لا أشرح لك بس بشكل سريع ومختصر. تفضل. نحن في قانون أول شيء ناظم للموضوع، هي استخدام ممنوع استخدام الأسماء الأجنبية بالتراخيص. نحن بعام 2008 كانت دمشق عاصمة الثقافة العربية. أنا زار بهذاك الوقت كان في عدد الأسماء الأجنبية كثيرة بالبلد وما في حتى اللوحات ما في أسماء عربية. طلع بوقتها قرار مؤقت إنه هلا كل واحد كاتب اسم أجنبي يكتبه بالعربي مبدئيا، يعني مثلا أي اسم، ما لحقت أحط اسم ولكن أي اسم، مثلا نجم نحط ستار، يعني اكتب ستار بدون ما تكتب كلمة النجم بس مؤقتا لحتى تضل في لغة عربية. بعد منا نحن أصدرنا قرار انه اي واحد بده يرخص محله او منشأته او الفعالية تبعه بمحافظة دمشق ممنوع يسمي الا باللغة العربية، ويتعهد بذلك بالترخيص ان يلتزم بتسمية المحل باللغة العربية ويوقع على هذا الالتزام. ومع ذلك اي اسم بيسمي قد يكون اسم مشتبه، مثلا اسم قد يكون اسم اجنبي ولكن اسم بنته، قد تكون اسم بنته يعني ولكن او لانه نحن بنسمح له اذا واحد بنته اسمها هيك او يعني في او قد يكون وكيل لشركه اجنبيه او قد يكون معه ترخيص دولي مستأله حق الاستخدام، فهي له استثناء. يعني بنعرض هذا الموضوع على لجنه تمكين اللغه العربيه وخلال 24 ساعه نحن بنبت فيه وبنرسل الترخيص مدير ديوان الرخص انه لا مانع من التسمية اذا كانت مطابقة، واذا كانت ممنوع نكتب لهم عدم الموافقة على التسمية. اللي صار انه نحن عم تجينا تعميم من لجنة تمكين اللغة العربية، اللجنة العليا اللي بمقر السيدة نائب رئيس الجمهورية، ولجنة تمكين برئاسة الدكتور محمود السيد، كل سنة بيبعث لنا كتب لإزالة المخالفات على المنشآت المخالفة، وهذا هو نحن سلطة تنفيذية، نحن بنعمل تعميم بموجب هذا الكتاب اللي بيجينا عن طريق وزارة الدار المحلية والبيئة. إنه إلى دوائر الخدمات المتابعة، متابعة هذه المحلات، وفعلا في مخالفات، يعني أغلب الناس تركض على الاسم الأجنبي رغم بتكون هي مرخصة عنا مو باسم أجنبي، هي عم تخالف الترخيص. يعني أنا واحد مرخص باسم النجم عم يكتب ستار، واحد مرخص باسم ما بدي أسمي أسماء ولكن باسم عربي وبيرجع بيحط الترجمة تبعه بالعربي بيحطها على اللوحة تبعه. نعم أستاذ فيصل، يعني بالحديث عن المخالفات، ما مقدار المخالفات اليوم؟ لعلها تقريبيا قلت أن هناك يوجد مخالفات كثيرة، هل هناك عدد تقريبي لدى محافظة دمشق اليوم حول هذا الموضوع؟ وهل ترى اليوم محافظة للأسف في مخالفات كثير، يعني نحن ما بنلجأ للتعميم وما بنلجأ احنا للإزالة إلا إذا كانت تتريد، يعني للأسف أنه عندي دوائر خدمات مثلا المهاجرين، ركن الدين، ساروجا، مشروع دمارة، يعني عم تجينا أنا بيبعتوا لي تقرير دوري عدد المخالفات. نحن ما عم نخالف، يعني عشان ما يظن العام يعني تحكي على الحالة الاقتصادية، نحن ما عم نخالف، عم ننزلوا بالإزالة فقط. وإذا ما زال عم نوجه التفصيل، يعني نحن لا عم نخالف، لا عم دفع غرامة ولا عم دفع رسم، فقط عم نبعث له انذار ذيل هذه المخالفه.
ما زلت بعد الإنذار نحن حنضطر نغير. نعم يعني هنا يعني نبحث عن العدد، هل هناك عدد تقريبي اليوم لدى محافظة دمشق كون تريدكم تقارير دورية للمحافظة؟ هلا قبل 2008 كانوا 11,000. نعم قبل 2008 كانوا 11,000. نعم ال 11,000 اللي كانوا بال 2008 هذول لهم معالجة أخرى، هذول 11,000 طور عنا 11,000 منشأة ومحل مخالي، هذول لهم معالجة أخرى. نعم. أنا عم بحكي من بعد ال 2008 في عنا مخالفات وعم نبعت لها إنذارات وعم نشتغل فيها. بعدين نحن بدي أقول لك شغلة أستاذ، معلش لو إنه أخذت من وقتك شوي، يعني نحن بنضل نحتفل بيوم اللغة العربية، يوم عيد اللغة العربية، يوم العيد يوم الأم للغة. نعم. وبنحتفل وبنعطي شعارات، طب ما بدنا ننفذ؟ يعني هل معقول احنا نحتفل بعيد اللغه العربيه ونتغنى فيها وبعدين نلاقي نص محلاتنا ومنشاتنا وطعامنا مسمايه بالاسماء الاجنبيه؟ نعم. طب اليوم يعني ما بصير نحن، يعني يا من فعلا بنطبق قانون. نعم. يا اما والله بنقول نحن يعني نستثني. نعم. نحن مع الاستثناء. طب بعض اصحاب كمان ضمن القانون. نعم. بعض اصحاب المنشات يعني قالوا ان اليوم الحاله لديهم بسبب الركود يعني الحاصل والقدرة الشرائية لدى المواطنين ضعيفة، يقولون أنه اليوم يعني قيمة تبديل أو تغيير اللوحة اليوم تكلفتها عالية، هل درست اليوم محافظة دمشق هذا الموضوع؟ هل هناك توجه معين لأصحاب المحال اليوم لعلهم يخففون مقدار الدفع لديهم؟ تمام، هذا الكلام جميل جدا. نحن طلعنا القرار ليش عملت قبل 2008 ما نعمل لحدا، كل شيء كان حاطط قارمته قبل 2008. نعم. لأنه متكلف عليه وفعلا مكلف، اللوحات اليوم بالملايين صراحة. نعم. ما حدا بعت له إنذار وقال له زيلة. نعم. أما اللي بعد منا رخص وتعهد عنا أمام مديرية أمان ورخص إنه أنا بدي أسمي محلي بلغة عربية وهو مخالف، صار يعني هو اللي خالف، هو اللي جاب الضرر لنفسه. يعني نحن اللي مخالف سابقا. نعم. حاطط ارما وله اسم تجاري وله قيمه، انا بعرف انه انا يعني كمان يعني نحن بنعرف انه الاسم التجاري له قيمه ماديه كثير عاليه. نعم. لانه هو يعني عنصر معنوي من عناصر المتجر وعنصر معنوي مهم جدا هلا الاسم، ولكن هو اذا فعلا تعبان عليه ومساويه قبل 2008 نحن ما عم نزيد. نعم. اما بعد منا انت جيت رخصت مكتب جديد او محل جديد او صالون حلاقه، مثلا بتسمي لي صالون حلاقه بيوتي، طب سميه صالون الجمال واكتب بيوتي، يعني شرط تكتب نحن بيوتي فنيشين يعني لشو هال نعم. طب ولكن يعني هنا نتحدث عن المحال التي رخصت بعد 2008 ودخلت في، يعني هنا نسأل عن المحلات الجديدة اليوم، هل هناك خطة لمحافظة دمشق لي يعني تحمل إمكانية لعلها عبء تغيير اللوحات اليوم؟ يعني أصحاب المحال كلهم، يعني الأسئلة الأكثر رواجا ويعني ترد على الشارع السوري أن اليوم صاحب المحل لا يمكن تحمل تكلفة تغيير اللوحة، هل هناك غير اللوحة بس هي من الاسم؟ أنا ما بدي غير اللوحة يا أستاذ، نحن والله كتير يعني سهلين، ما إحنا يعني أنت كاتب اسم أجنبي كتب ترجمته للغة العربية وبس. نعم. يعني أنت كاتب لنوزيت كتب البندقة، يعني شغلة صعبة، كاتب صالون بيوتي كتب صالون الشمال وخليها كلمة بيوتي، ما حدا بيقول لك قيمة. نعم. يعني نحن بس بدنا الترجمة، يعني ما بصير نحط واحد اسم أجنبي بدون ما نحطه عربي، نحن قاعدين بدولة عربية. هل هناك قيم لي نحن عم نتغنى فيها نحن لغتنا عربية ونحط أسماء أجنبية يعني كمان يعني نعم. هل هناك قيم للمخالفة بعد الإنذارات وعدم استجاب أصحاب المحال والمنشآت؟ نحن ما عندنا مخالفة، يعني عم بقول لك صدقا ما في ضبط، يعني الضبط انه نكتب ضبط روح ادفع غرامة ما في عشان ما يقولوا الحالة اقتصادية، نحن ما عملنا عم ندفع غرامة، نحن عم انذره يا اما زيل المخالفة يا اما انا بدي خالفك لانك انت خالفت شروط الترخيص. نعم. يعني مثل قلت لك يعني انت مثلا عم تقدم مشروب بمحل مالك مسموح تقديم مشروب، انت عم تخالف شروط الترخيص، انت عم تقدم مراكيب بيرني ما في تقدم مراكيب، نفس الشيء انت عم تكتب انا متعهد نسمي محل لغه عربيه وانت ما لك مسمي لغه عربيه، يعني هي احد شروط الترخيص. نعم. رأي محافظة دمشق اليوم بآراء الشارع السوري، ذكر الشارع السوري أن هناك قرارات يعني تصدرها محافظة دمشق شق منها يصب إيجابا، الشق الآخر لا يتعلق أو لا يمس الحالة المعيشية اليوم، ما رأي محافظة دمشق بهذا الرأي لدى الشارع السوري؟ والله يعني أول شيء نحن من الشعب ونحن من الناس ونحن منتخبين كمان كمكتب تنفيذ مجلس محافظة، ونحن في عنا سلطة عليا بالمحافظة اللي هي مجلس محافظة دمشق اللي هو منتخب من أهل دمشق،
يعني فالقرارات اللي تصدر من المكتب التنفيذي ولا من مجلس المحافظه كلها قرارات طالعه من حكم الشعب نفسه بنفسه، يعني هن عم يطلعوا القرارات وهن منتخبين من الشعب، فاكيد اي قرار بيطلع يعني ما بيصدر الا عن بعد اسبابه الموجبه وبعد دراسه مستفيضه من ساد اعضاء المجلس ولا ساد اعضاء المكتب التنفيذي. نعم. ما في شغلات شخصيه، نحن فقط عم نشتغل وفق انظمه وقانون، نحن سلطه تنفيذيه، هذا القانون تبع اللغه العربيه قانون، نحن بننفذ قوانين، هي سلطه تنفيذيه. نعم. اما القرارات اللي تصدر من مجلس المحافظه ولا القرارات المتعلقه بالمكتب التنفيذي، هي قرارات فعلا نحن بنتحمل مسؤوليتها اذا كانت بتمثل الواقع، نحن بنتحمل كلياتنا مسؤوليتها مو شخص لحاله. نعم. يعني مسؤوليتنا جماعيه فيها. نعم. نعم، نائب رئيس لجنة تمكين اللغة العربية كنت معنا عبر اتصال هاتفي لإيضاح موضوع إعادة تفعيل قرار مخالفة المحال التي أو اللوحات التي باللغة تكتب باللغة الأجنبية. كامل الشكر لك أستاذ فيصل. أهلا وسهلا بكم.